أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. أذكروا معشر المستمعين أو المستمعات ما علمناه بالأمس. عرفنا معرفة علمية يقينية أن الله تبارك وتعالى لما خلق آدم وعلمنا كيف خلقه ونفخ فيه من روحه وأصبح آدم الكريم على الله، أمر الملائكة أن تسجد له سجود تحية وإكرام وتعظيم، فسجد الملائكة كلهم وهم بالبلايين وأبى إبليس أن يسجد. وعلمنا أنه لم يكن من الملائكة ولكن كان مع الملائكة يعبد الله معهم، واسمه الحارث. ولما أبلس ويئس سماه الله إبليس، أبلسه قطع الخير عنه فهو مبلس كله شر. لما رفض إبليس السجود وعصى الله عز وجل وتكبر عن السجود وادعى أنه أفضل من آدم وكيف يسجد له وهو خير منه، وكان مرضه الكبر، واعلموا أنه جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الخبر في رواية مسلم أن الله لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، وزن ذرة من كبر ما يدخل، لأن هذا القدر الموجود يحمله على عدم طاعة الله والسجود له. فلما أبلسه أخرجه من دار السلام الجنة. إذن فانتقم عدو الله من آدم وحواء، من آدم وحواء زوجه. عرفتم أن حواء خلقها الله بكلمة التكوين من ضلع الأيسر في آدم عليه السلام، والله عز وجل وهو العليم الحكيم يدبر الخلق. نهى آدم وحواء عن الأكل من شجرة معينة في الجنة، هذه الشجرة التي ظلها مسيرة 100 عام، لا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين. هذا قول الله تعالى، لا تقربا يا آدم وحواء هذه الشجرة فتكون إذا قربتهما من الظالمين. إذن واتصل بهما إبليس من طريق الوسوسة، إذ في صدورنا جهاز خاص
يتلقى الوسواس من الشيطان. ولم ينجو من هذا إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما حاه هذا الجهاز أبطله الله عز وجل. إذن فاتصل بهما وقال: هل أدلكما على شجرة الخلد؟ من أكل منها لا يفنى أبدا، يبقى أبدا. شجرة الخلد وملك لا يبلع ولا يفنى ولا يزول. فانغرت أمنا حواء فأكلت، لما أكلت ما أصابها شيء، قاتل كل، فأكل آدم. فلما أكل من الشجرة إذن استوجب النقمة. إذن فأخرجهم الله من الجنة، واسمع الآية: قال اهبطوا منها، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، أي حواء وآدم وإبليس وذريته. اهبطا آدم وحواء وإبليس طويدا من قبل جميعا بعضكم لبعض عدو، ذرية آدم عدو للشيطان، وذرية الشيطان عدو لآدم وذريته. وتعرفون العدو لا يحب الخير أبدا لعدوه، لا تفهم أن عدو من أعدائك يريد لك الكمال، والله ما كان. ما دامت العداوة ثبتت فهو لا يريد لك الخير بحال من الأحوال. وعداوة الشيطان قررها الله وأثبتها في كتابه: عدو بعضكم لبعض عدو. حينئذ يقول تعالى: فإن يأتيكم، فإما يأتينكم، الأصل فإن يأتيكم مني هدى، يجيئكم مني هدى بطريق الكتاب والرسول ما تهتدون به لا رضا الله عز وجل وطاعته وسعادة الدنيا والآخرة، إن جاءكم، إن أتاكم هدى فاتبعوا ولا تتركوا حتى تسعدوا وتكملوا. فمن اتبع هداي هذا الذي بعثته وبينته بالكتاب والرسول فلا يضل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة، هذا وعد الله عز وجل. وخذوها أيها المؤمنون، من اتبع هدى الله المبين في الكتاب والسنة من العبادات وعلى رأسها العقيدة، عقيدة التوحيد ثم طاعة الله والرسول، فوالله ما يضل في هذه الحياة الدنيا ولا يشقى في الدار الآخرة بوعد الله الصادق. هكذا قال تعالى لآدم وحواء: اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، يعني مع إبليس وذريته، فإما يأتينكم مني هدى، إن يأتيكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى. عرفتم هدى الله؟ كتابه، بيان رسوله، عباداته المفروضة المبينة لنا، ذلك الهدى، عقيدة وقول وعمل. الإسلام كافي في كلمة هداية، الإسلام هدى. فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، لا يضل في الحياة الدنيا فيفتتن ويتخبط في الضلال والباطل والخبث والشر والفساد، بل يمشي في طريق الهدى، طريق الصفاء والطهر والكمال، وفي الآخرة لا يشقى أبدا بدخول النار. وتأملوا هذا الخبر الإلهي، قال اهبطوا منها جميعا بعضكم لبعض عدو، فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى.
ونحن أيها المستمعون المستمعات من اتبع منا هدى الله والله ما يضل أبدا ولا يسبق خرافي ولا ماجي ولا هابط ولا ساقط، فقط يتبع قال الله قال رسوله. والذي ما يعرف قال الله قال رسوله كيف يعرف الهدى؟ من أين له الهدى؟ فلهذا يجب أن نعكف في بيوت الله ونتعلم هدى الله عز وجل كما فعل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يجلسون ويجلس لهم يعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. كيف تعلموا؟ تخرجوا من مدارس وكليات ما عرفوها، تعلموا وهم لا يعرفون الكتاب ولا القراءة أبدا، ولكن حلق الذكر جلوسهم كما بشرنا الرسول ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله. فيجب على المؤمنين والمؤمنات أن يجتمعوا في بيوت ربهم كل ليلة من بعد المغرب إلى العشاء طول العام طول الحياة. هذا نظام حياتنا، لكن العدو صرفنا وتركنا جهالا نفسق ونفجر ونقول الباطل ونعتقد الشر والعياذ بالله. كيف يأتي هدى الله؟ فقط كونك تقول أنا مسلم والله ما يكفيك، لو تقول مليون مرة. ما ننسى هذا الخبر العظيم، فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى في الدار الآخرة، وحتى في الدنيا والله ما يشقى. لو يعمل من صلاة الصبح إلى صلاة العصر إلى قبل الشمس وهو يحمل الحطب والمسحات كذا ولسان ذاكر الله، والله ما شقي، والله لسعيد. إذا الشقاوة والسعادة في الروح في النفس ما هو في اليدين والرجلين. وأهل الفسق والكفر والضلال لو ينعمون على مراكب الحرير نفوسهم في كرب وهم وظلم. ثم قال تعالى ومن أعرض عن ذكري، دائما نفسر أعرض، أطال عرض، عرضك ما هو ظهرك، بدل ما تقبل تستدبر أعطيته عرضك أعرضت عنه. ومن أعرض عن ذكري الذي هو كتابه القرآن العظيم، إذ فيه ذكر الله وبه يذكر الله ومن ثم سماه ذكرا. من أعرض عن القرآن كيف أعرض؟ ما يقرأ ما يسمع ما يسأل ما يستفهم لا يبالي، هذا هو الإعراض. أما من يقرأ ويسأل كيف نقرأ كيف نتعلم كذا ما أعرض. أما الذي لا يقرأ ولا يسأل ولا يتعلم كذا والله معرض، أعظم إعراض. القرآن نزل ليحمل الهدى للمؤمنين والمؤمنات، فلا بد من الاجتماع عليه وقراءته وفهم معاني آياته وتطبيق العمل حتى تكمل لنا السعادة في الدنيا والآخرة. أما أن نقرأ القرآن على الموتى من أندونيسيا شرقا إلى المغرب غربا أكثر من 600 سنة أو 700 والمسلمون لا يجتمعون على القرآن إلا ليلة الموت، إذا مررت ببيت سمعت فيها قراءة القرآن فاعلم أن ميتا فيها خرج منها. أما أن يجتمعوا في بيوت ربهم وفي بيوتهم التي ملكهم الله على آية وآيتين يقرؤون ويتدارسون، هيهات هيهات، لا وجود لهذا. وقد علمتم ما تنسوا تلك القاعدة التي وضعوها لهم وقالوا تفسير القرآن الكريم صوابه خطأ، إذا فسرت وأصبت أنت مخطئ، إذ لا حق لك في تفسير كلام الله، وإن فسر وأخطأ كفر. كمموهم ألجموهم ما يتكلم واحد ما يقول قال الله أبدا، قال سيدي فلان قال الشيء قال كذا، أما قال الله لا لا أبدا. من فعل بنا هذا؟ العدو
من هو العدو؟ الثالوث الأسود، المجوس، اليهود، النصارى. هيا نعرف هذه الحقيقة. ما زلنا سكرى الآن، لبس أولادنا البراهنيت في المسجد لنكون كاليهود والنصارى، نتبجح. ملأنا بيوتنا بالخبث، عاهرة تغني في بيتك والرجل جالس مع امرأتي وأمي. أعوذ بالله، أيحدث هذا لمؤمن؟ لا يجوز أن تنظر إلى وجهها، فكيف تغني وترقص وأنت تشاهد في بيتك، البيت الذي يذكر فيها الله؟ نجري وراهم حتى نمسك، وما أفقنا ولا انتبهنا ولا عرفنا أبدا. ولا تقول الشيخ، ما الشيخ، أتكلم باسم الله وعلى علم من الله، وأقول أتحدى من يقول أنا أستفيد من هذا الصحن الهواي أو هذا الدش أو هذا التلفاز، يبين لنا ماذا يستفيد. والله ولا ريال واحد، ولا ريال واحد، ولا حسنة، بل أطمان السيئات. فماذا يستفيد؟ فقط لنكون كالنصارى متحضرين متمدينين. اليهود والنصارى في جهنم، في كرب وهم وغم، يأكلون ويشربون وينكحون، والله إنهم لفي حزن وهم باطني، يبحثون كيف ينفسون على أنفسهم بالعهر والباطل والمجون. وأنت قلبك مملوء بذكر الله ونوره، وإن كنت جائعا وإن كنت عاريا، فكيف تحتاج إلى ما تلهو به وتلعب لتخفف على نفسك؟ وهل يخففون عن أنفسهم أصحاب التلفاز وهذه الأشاش؟ والله ما يخففون، والله ما يزدادون إلا غما وكربا. ومن أراد أن يتحداني يقف ويقول والله يا شيخ من ساعة ما استمرت وأنا مع الله في ذكري أبكي أبكي خاشع، هذا مستحيل. ومن أعرض عن ذكري كتاب الله القرآن العظيم ذي الذكر العظيم، ما إن تقرأ آية إلا ذكرت الله، ما إن تسمع آية إلا ذكرت الله، من عرض عن ذكري ما جزاؤه؟ فإن له معيشة ضنكا، معيشة ضنك، والضنك الضيق والشدة. ذكر ابن جرير المفسر قد يوجد فيما يظهر لنا كافر غني وعيشة واسعة، لكن اسألوا نفسه، تعرفوا إلى باطني، والله لفي ضيق. فإن له معيشة ضنكا، وكذلك هذا يتم له في القبر. القبر في حياة وإلى لا برزخية، في حياة سعادة وحياة شقاء وإلى لا، فوالله لا يعيشون في شقاء إلى يوم القيامة، وضيق ما نتصوره ولا ندركه من عذاب أليم دائم متصل إلى يوم القيامة. هذا في الدنيا والبرزخ. ونحشر يوم القيامة أعمى، يحشرون بأعينهم في أماكن وبدون أعين في أماكن، عمي صم بكم في جهنم، أعمى لا يبصر شيئا. واسمع ما يقول ربي، يا ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ والله لا كذب، لو كان بصيرا حقيقة ما عبد غير الله ولا ترك عبادة الله. هو يعني بصير يبصر، يطالع الهواء والكواكب والنجوم. وقد كنت بصيرا، بما أجابه الرب تعالى؟ قال الله تعالى له: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها،
هكذا كهذا أتتك آياتنا يحملها رسلنا في كتبنا ووحينا فنسيتها، أي تركتها وأعرضت عنها ولم تلتفت إليها لا بالإيمان بها ولا بقراءتها والعمل بها، ولكن إعراض كامل ونسيان تام. هكذا أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. ينسى يترك في عالم الشقاء. معاشر المستمعين والمستمعات، تعرفون عالم الشقاء كما تعرفون عالم السعادة. الجنة دار السلام، عالم السعادة فوق، والله فوق، بعد سبع سماوات طباقا، سماء فوق سماء ثم السماء، سمك السماء كم 500 عام للطائر يطير، هذا غلظها، ما بين السماء والسماء مسافة 500 عام، 7500 حتى تصل الجنة، وبعد ذلك عالم لا نهاية له، عالم الشقاء فوق أو أسفل. أسفل، غمض عينيك وضع راسك بين ركبتيك وفكر، اهبط 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 100 عام 200، إلى أين وأنت هابط؟ في نهاية والله ما هي إلا الجحيم. واقرأوا والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. إذن يقول تعالى كذلك أتتك آياتنا، جاءتنا آيات الله وإلا لا، بل العالم البشري كله أبيضه وأصفره جاءتهم آيات الله أنزلها الله على مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم، وحملها رجاله وأصحابه وبلغوا بها أقصى الشرق والغرب، ويأبى الناس إلا أن يعرضوا، ويا ليتهم أعرضوا فقط، يعملون على إنهاء الإسلام والقضاء عليه، ما يريدون أن يسعد غيرهم، وخاصة علماءهم يعرفون لما ندخل النار وهم لا يدخلون، فلهذا ينشرون في ديار المسلمين الخبث بأنواعه العجب وصنوف الباطل والشر، من أجل لماذا ينجونهم ويسعدون. ولا تعجب، عرفت عدوك إبليس وإلا لا، يعمل الليل والنهار على إفساد بني آدم، يقول كيف يصلحون كيف يسعدون وأنا أشقى. فالكافرون العالمون هذا وضعهم من اليهود والنصارى وغيرهم، لما يبقى الإسلام ويبقى المسلمون يسعدون ونحن نشقى؟ هيا نعصيهم، ما نستطيع، والله نستطيع، ماذا نفعل؟ والله لا أقف أمام بنك ربوي، صعب هذا يعني؟ ما وقفنا، والله ما يدخل بيتي تلفاز ولا شاشة، في صعوبة هذا ما في. ثالثا، ما نجلس مجالس الباطل ولا مجالس اللهو، ولكن نجلس مجالس الذكر وطاعة الله عز وجل، نصمت ولا ننطق إلا بالهدى، ننظر ولا ننظر إلا بما فيه خير وبركة، ناكل ما أذن الله في أكله ونتخلى عما نهى الله عن أكله، وكالأكل الشرب واللباس إلى غير ذلك. وكذلك كذلك قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها. ما معنى نسيانها؟ تركها، ما حفظها وتركها، تركها بمعنى نسيها، تركها تركا، اليوم تنسى تترك في جهنم. ثم قال تعالى وكذلك نجزي من أسرف. من أسرف، الإسراف تعرفونه ولا لا؟ فلان مسرف،
آسف. الإسراف كثرة الأكل، كثرة الشرب، كثرة النكاح، كثرة القول، المجاوزة للحد. ولكن المقصود هنا أسرف في معاصي الله عز وجل. ما زنى في عمره مرة، ولا شرب الخمر مرة، ولا خمسة، ولا كذب مرة. مسرف في الباطل والشر والفساد، تجاوز الحد. كذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربنا، ولم يؤمن بآيات ربه. شرائع وأحكام تحملها الآيات، القصص والأخبار، وصف الجنة ووصف النار في هذه الآيات، أعرض عنها، أسرف في تركها ولم يؤمن بها. وأخيرا ولعذاب الآخرة أشد وأبقى، أشد وأبقى، أدوم، ما ينتهي من عذاب القبر، ينتهي عذاب القبر أخف من عذاب النار. شقاء الدنيا مهما كان أعذ أخف من شقاء الآخرة. ولعذاب الآخرة والله لأشد وأبقى أدوم. الله نسأل أن يعيذنا وإياكم والمؤمنين والمؤمنات من عذاب الدار الآخرة، ومن عذاب القبر، ومن ضيق الحياة الدنيا، وأن يوفقنا لطاعته ويقودنا إلى رضاه مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله. من هداية الآيات أولا تقرير عداوة الشيطان للإنسان. تقرير عداوة الشيطان للإنسان. هل بقي مؤمن سمع القرآن وعرف ما يفهم أن الشيطان عدو للإنسان؟ عدو وإلا لا؟ عدو. كيف تطيعون عدوكم؟ أيعقل هذا؟ تعرف عدوك ويقول تعال للمجزرة وتمشي وراءه؟ أسألكم بالله، هذا عدوي والسكين في يدي يقول تعال ليذبحك تمشي وراءه؟ هذا عدو قدم لك السم في كاس من تستجيب وتشرب؟ إذن ما دام عدونا لن نستجيب له، لن نجيب دعوته، لن نمشي وراءه، بل نلعنه ونعرض عنه. نعم. ثانيا عدة الله تعالى لمن آمن بالقرآن وعمل بما فيه ألا يضل في حياته ولا يشقى في نعم. آخرته. هذه عيدة الله، هذا وعد الله عز وجل، والله لا يخلف وعده. وعد من آمن بالقرآن وعمل بما فيه بأن لا يضل في هذه الدنيا أبدا، ولا يخطئ طريق الصواب، ولا يخرج عن الحق بحال من الأحوال، ولا يشقى لا في البرزخ ولا في الدنيا ولا في الآخرة. نعم. ثالثا بيان جزاء من أعرض عن القرآن في الدنيا والآخرة. بيان جزاء من أعرض عن القرآن. كيف الإعراض عن القرآن؟ ما يسمعه، ما يجتمع لأحد يقرأه، ما يقول علمني، ما يقرأ. هذا هو الإعراض وإلا ما هو الإعراض؟ فلهذا أقول إن أردنا أن نعود العودة الحقاء على المؤمنين في مساجد ربهم، في بيوتهم، في القرى، في الجبال، في التلال، في بلاد الكفر، في بلاد الإيمان، يلتزمون بهذا المبدأ الرباني أسوة برسول الله وأصحابه. إذا صلوا المغرب جلسوا جلوسنا هذا يتعلمون القرآن. والله لا طريق للنجاة إلا هذا. إذا اجتمع أهل القرية 40 يوما فقط بنسائهم وأطفالهم على كتاب الله، يبقى فيه من يفجر أو يفسق أو يظلم ويعتدي. فكيف إذا جلسوا عاما؟ فكيف إذا كان هذا دأبهم طول حياة يبقى فيهم خبث وشر وفساد وكفر؟ والله ما كان. وإذا لم يبقى ظلم ولا خبث ولا شر ولا فساد يحكمهم جاهل وكافر، والله ما كان، لن يكون حاكمهم إلا مؤمنا ربانيا. لكن عرف العدو هذا وما عرفنا نحن. نعم. رابعا وأخيرا التنديد بالإسراف في الذنوب والمعاصي مع الكفر بآيات الله وبيان جزاء ذلك. أعد.
التنديد بالإسراف في الذنوب والمعاصي مع الكفر بآيات الله وبيان جزاء ذلك. التنديد ندد بالشيء، يندد إذا قبحه وشدد فيه. التنديد بماذا؟ بالإسراف. يجب أن لا نسرف يا أبناء الإسلام، لا في أكلنا ولا شربنا ولا كلامنا ولا مشينا، حتى إذا تمشي ما تسرف، امشي على قدر حاجتك، ولا في لباسنا ولا، فضلا على أن نسرف في معاصي الله عز وجل. لا نقرب معصية الله، لا نقلل منها ولا نكثر.